اليوم عشنا مع أهل هذا المصيبة اللي هي هزت عن حال المغرب، لا وهي هذا الحدث العظيم اللي وقع في إقليم الصويرة. وكان من ضمن هذوك الناس اللي تصابوا فيه واحد السيدة هنا عندنا في سيدي المختار، وكنا في التعزية ديالهم وفي المراسم ديال الدفن، وشاركنا هذوك الناس الأحزان ديالهم وشاركناهم في هذه المصيبة لأجل نخفف عنهم. وكتعرفوا بأن هذاك الحدث حدث ما شاء الله قدر الله عز وجل وأثر على القلوب ديال الناس قال اللي سامعوا. لك يا سيدي بعد شوية Thank you.
وجيرانها وأحبابها، اللهم ارزق لهم الصبر والسلوان.